اهلا وسهلا بكل حبايبنا وكل متابعين قناه الشمس وكل حبايبنا اللي بيشوفوا برنامج اكله بلدي. امبارح وعدتكم ان الحلقه النهارده حلويات، كل اللي بيشوفونا حلويات، فالنهارده ان شاء الله حلقتنا كلها حلويات. ومشرفنا النهارده ضيفنا الشيف محمد، ما شاء الله عليه هيطلع لنا احلى اصناف النهارده. مشرفنا يا شيف محمد النهارده. اتشرفت بيك يا فندم، شريك الكرام. الله يخليك. سلام طيب وكل وانت بلد. طيب وبخير. جالنا اسئله كتير، عاوزين بقى بلح الشام وعاوزين رموش الست وعاوزين الكنافه باشكالها، فقلت بقى ما فيش حل غير ان انت تيجي علشان نستمتع كلنا وكل مشاهدين اكله بلدي يستمتعوا معاك بالحلويات بتاعه النهارده. واحنا علينا المشاهدين كلهم وحضرتك. الله يخليك. قولي هنبدا بايه بقى الاول؟ احنا النهارده هنعمل كام وصفه كده من الكنافه. اه. وهنعمل بلح الشام وهنعمل قطايف. بس هنبدا بالكنافه. تمام. نسويها وندخلها الفرن عشان تلحق تبرد فنشتغل فيها ونشتغل في البلح. يلا على بركه الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا الكنافه هنا، معانا كيلو كنافه. الكنافه دي نقدرها لان هي حاجه بسيطه قوي، احنا هنحمصها. بالظبط. احنا هنحمص الكنافه دي. هنحطها في الفرن وتتحمص او نحمروها في معلقه سمنه على النار لحد لونها ما يتحمص، بس كده. هو الافضل ليها ان احنا ندخلها الفرن عشان نحصل يعني ناخد. انا هاجي اساعدك. اتفضلي. نوصل لاعلى درجه من الكريسبي، ان هي تتحمص كويس وتبقى مريشه مريشه معايا، وهو ده اللي انا محتاجه في الاول وفي الاخر في الكنافه اللي انا في الوصفات اللي احنا يعني ايه هنعملها مع بعضينا دي. انا بس ممكن تجيب لي الشفشق ده بس عشان ايه نقدر نشوفك. اتفضلي ده. ايوه جنبنا هنا، اما تعوز الميه خدها. ماشي. انا مش محتاج اكتر من الكنافه ده. وهننزل عليه بالسمنه بتاعتنا. تمام. 100 جرام سمنه بس، مش اكتر من كده. 100 جرام سمنه. سمنه مش اكتر من كده، ومش هنحط حاجه تانية عليه. يعني يا جماعه في كنافه اللي هي بتتباع لونها برتقاني. يعني دلوقتي لما تروح عند بتاع الكنافه في عنده كنافه بيضاء وكنافه لونها برتقاني. اللي ما يلاقيش الكنافه البرتقاني دي ممكن يجيب بودره الزعفران الصفراء اللي احنا بنعمل بيها، هتدخلها لك الفرن. ويبتدي يرشها عليها يلاقي لونها بقى برتقاني. ونشوف بقى الشيف النهارده يعمل لنا بلح الشام ازاي. ست ام ملك. عليكم. عليكم السلام يا ام ملك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. بنحمص الكنافه عشان تبقى متحمصه واخده لون حلو. الله يخليك يا بنت ايديك والله يا ست غالية. كل سنه وانت طيبه وبخير. وانت طيبه يا حبيبتي. تسلمي. بلح الشام. الله يخليك. انا كلمت من اسوان. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. تسلمي. يلا ما بشاش يا تسلمي. تسلمي. استاذ محمد النهارده مشرفنا على الشاشه. الله يخليكي. تسلمي. الله يخليكي. ده نوري. شكرا ليك يا ست. قولي لي. طب نقول ان ننزل بمقادير بلح الشام الاول يا جماعه. نزلنا بالميه. بلح الشام المقادير يا جماعه بتاعه الحلويات. بالظبط. لازم بالظبط، دي كيمياء. يعني احنا كشيفات او حلوانيه بنعتبر ان المقادير الحلويات كيمياء، والافضل الميزان. فلازم بالظبط، لا تزودوا ولا تقللوا. عندكم نص رطل ميه، 50 جرام زيت، نص كيلو دقيق، سبع بيضات، رشه فانيليا بس. والدقيق يكون دقيق مخبوزات اللي هو عرقه قوي. تمام. والدقيق يكون دقيق مخبوزات عرقه قوي علشان ناخد نتيجه كويسه. بالظبط. نزلنا بالميه معاها الزيت. ايوه. تغلي معانا. هننزل عليها الدقيق. طيب ننزل بالدقيق. معانا مين يا استاذه؟ يا استاذه ايمان. استاذه ايمان. حاولي طب تكلمينا تاني يا استاذه ايمان. احنا بقى نبتدي كده نقلب. هننزل بالدقيق على الميه اللي اتغلت. استاذ احمد اقفل على وداني، الله يبارك لك. ونقلبها كويس. أيوة. هنسوي العجينه تسويه اوليه كده. تسويه اوليه. الدقيق مع الزيت بالميه بس. دقيق وزيت وميه. ميه بس. على النار. تمام. انا عاوز وكأننا اتفضل بنحمص الدقيق كده. خد اهو بنلفه. مسك هي امسك عشان ما تبقاش سخنه على ايدك. الله عليك. بلح الشام سهل يا جماعه، بنحط السوائل على النار
هي الميه مع الزيت تغلي، مع الزيت غلوة. وتبقى الدنيا زي الفل. انزل عليهم بدقيق والفه زي ما انا بعمل كده اهو. ايوه مين معانا؟ استاذه زاد. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا ست غاليه؟ الحمد لله، اهلا بيكي. انا اكون مرات الشيف محمد عليان اللي مع حضرتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. وانا اقول الحلويات دي كلها كده جايه علينا منين يعني؟ ما هو حلويات. والله حضرتك احنا بنحب نتفرج عليكي جدا، وانا كان ليا الشرف ان معايا النهارده الشيف محمد. لا الشيف محمد ده بقى نورتنا احنا كلنا. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يا رب يخليكي. وبصراحه يعني احنا بنحب البرنامج بتاعك جدا علشان بسيط جدا وبيوصل للناس كل حاجه ببساطه. تسلمي وتعيشي. وحضرتك تاج لناس كتير قوي. شكرا ليكي. وصراحه انت برضو على راسنا وعلى راس ناس كتير قوي. ربنا يخليكي. بتوصلي للناس كل حاجه ببساطه كبيره جدا. تسلمي. وانا عايزه زاد تكلمك. اديها لي زيت. هات انا بردها لك. عبال تشغل العجانه بقى. زاد خد يا زيت. لا زاد مكسوفه. خلاص سلمي لي عليها وقولي لها هنبعت لك شويه حلويات. ماشي شكرا يا ست غالي. الله يخليكي. ام حبيبه. ايوه يا ست غالي. اهلا بيكي ام حبيبه. الله يخليك. عامله ايه؟ عطاها تبرد معاك؟ اهلا وسهلا يا ست ام حبيبه. عامله ايه يا الحمد لله بخير، تسلمي. بس انت عايزه اتكلم معاكي كلمتين كده. ماشي. عينيا، اتفضلي تحت امر حضرتك. الموضوع اللي حصل امبارح ده احنا ما بنسمعكيش عشان حاجه، احنا بنسمعك عشان انت انسانه ذوق واخلاقك عاليه واخلاقك كويسه. ان شاء الله تسلمي وتعيشي، ده انت اللي كلك ذوق. انت كل شيء في حياتنا والله، بعيد عن الاكل خالص، انت كل شيء في حياتنا. تسلمي، كلكم شطار وبتعرفوا تطبخوا، انا باجي بس عشان حبايبي يشوفوني وانا اشوف. احنا بنحبك، احنا بنحبك لذوقك الحلو وكلامك اللي زي الجلسه. تسلمي تسلمي، شكرا ليك يا ست الكل. الله يخليك. الله يخليك. تسلمي، شرفتي. طيب احنا قلبنا الدقيق، ناخد بس الاول الشرح. قلبنا الدقيق في الزيت، في الميه والزيت، وفي الميه والزيت، وبعدين عملت عجينه كده وبتبرد. لازم تبرد عشان البيض ما يستويش. بالظبط بالظبط، عشان البيض ما يستويش ويطلع معايا بلح الشام منفوخ ومرفوع وبغاشه. بغاشه يطلع. بغاشه ان شاء الله يطلع بغاشه. يلا من معنا تاني عادي. لا ما نعرف، قولي لي على طول بقى عشان احنا ايه بننسى. يا ست ام سامي. ست ام سامي ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ تعيشي يا رب. انا بخير طول ما انت بخير. تسلمي. انا بقى زي والدتك بالظبط، وكنت بعزيكي على الفيسبوك على طول. وربنا يرحمها يا رب كده. يا رب يجعلها في الجنه. ويجعلها الجنه يا رب. اللهم امين. حبيبتي انا بلف وراكي كل القنوات. ربنا يبارك لك. عندي 70 سنه. الله، ربنا يديكي الصحه وطولة العمر، انت كبيره مقام. يا حبيبتي ربنا يخليكي ويديكي الصحة يا رب. تسلمي. ويحسن ما بين ايديك يا بنتي، وخلي لك ولادك. تسلمي. وخلي لك ابنك يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليكي. شكرا ليكي. وبعدين انت من الورقة عند بنتي. ايوه. شفتي بقى؟ في الورقة عند بنتي. ربنا يخليكي ويزيدك من نعيمه يا حبيبتي. الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك. شكري. يا جميل. شكرا. مش هطول عليكي بقى، وربنا يكرمك يا رب واتصل بك على طول ان شاء الله. يخليك. تسلمي. ربنا يحسن ما بين ايديك يا بنتي. الله يخليك. مع الف سلام. منور قول لي بقى. بردنا العجينه اهو. أيوة. وهنبدا ننزل بالبيض. بالبيض ست ام نور. بس قبل ما ننزل بالبيض هنديله سنه الفانيليا بتاعته. ماشي. الو. اهلا وسهلا يا ام نور. عامله ايه يا ست غاليه؟ عاملين بلح الشام. تسلم ايديكي. لا تسلم ايدي الشيف محمد النهارده. انا النهارده ضيفه عنده. تسلم ايديك. يا ست غاليه انا عايزه اعمل الدشيشه اللي هي زي الكشك دي، بتتعمل في العقيقه. الايه؟ الدشيشه اللي هي بتتعمل في الارياف دي، زي العقيقه اللي بيعملوها في العقيقه وبيعملوها في الاعياد. الدشيش. ده انت صعيديه بقى. دي حاجه بتتعمل في الصعيد. الدشيش ده بيبقى في العزومات بقى، والاكل والعقيقه والكلام ده. ايوه. عيني. حاضر. ماشي. وبنت عايزه اتكلمك يا ست غالي. اديها لي. خدي نور معاك اهي. يا نور. ازيك يا ست غالي؟ اهلا يا نور. عامله ايه؟ الحمد لله يا قمر. بنحبك قوي انا واخت اخواتي، بنحبك قوي حبيبتي. تسلمي يا قمر.
تعرفي تقولي كل اللي تحبوه في أكلة بلدي تلاقوه؟ ايه؟ تعرفي تقولي كده؟ اقول ايه؟ كل اللي تحبوه في أكلة بلدي هتلاقوه. كل بحبه. حبيبتي شرفتونا يا أستاذة ندى. ست غالية زي حضرتك عامل ايه؟ كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة وبخير وسعادة. احنا قلنا مبسوطين حضرتك صراحة الحاجة غالية والله ربنا يديك الصحة. وحاسة انك انت الحاجة دي يعني حضرتك مش كبيرة قوي، حضرتك مدام يعني ام يعني سين يعني ربنا يديك الصحة واحسن ما بيننا يا حضرتك يا ربي حضرتك. اللهم امين. الله يخليك ويديك الصحة ويعافيكي ورمضان كريم عليك. انا اسمي ندى وشرف المحاضرات يعني تكوني اختي الكبيره مثلا يعني حبيبتي على راسي. شرف ليا والله ربنا يخليك على راسي يا حبيبتي يا ماما حضرتك اهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا ست الحبايب. ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. احنا فرحانين قوي اللي بنتكلم معاك. ربنا يخليكي تسلمي ودايما كده في نجاح وتقدم. ربنا يخليكي تسلمي. شكرا ليكي ويقويكي يا رب. اللهم امين. شرفت وبارك في صحتك ومالك وولادك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. شكرا شكرا. ست ام محمود ايه قول لي هنعمل ايه بقى؟ نص كميه البيض لما يدوب بعد كده نكمل بالظبط. بيضه بيضه نحط واحده واحده بعد كده بيضه بيضه بقى. تمام ست ام محمود. يا ست ام محمود. ايوه معاكي. اهلا بيك يا ست ام محمود. اهلا بيك منوره الدنيا كلها والله. تسلمي وتعيشي يا قمر. معاكي من ايام القصاره قناه القصاره. ايوه الله اكبر عليكي والله ربنا يديكي الصحه وكل سنه وانت طيبه. بصوا الكنافه اتحمصت اهي يا جماعه عشان نقدر نشتغل بيها وندخلها في حاجات كتير نحبها. اي احنا بنحمصها بالطريقه دي في الفرن او بنحمرها على عين البوتاجاز بشويه زبده ونسيبها تبرد كده. بقى هنبتدي نشكل منها زي ما احنا عاوزين لما تبرد بس شويه. احنا كده خلاص بلح الشام كده يا شيخ؟ خلاص لا لسه في التاي بس عم بنزل بيض كميه البيض اللي معانا هنشتغل فيها وبعد كده ناخد القطايف على كده. طيب يلا بقى الله يبارك لك علشان ايه انا عاوزه بقى ايه اقلي نقلي بلح الشام. الزيت بارد. بلح الشام يا جماعه زيت بارد. في قواعد في الحلويات بلح الشام زيت بارد. زيت بارد يتقطع في زيت بارد وبعد كده نبتدي نعلي سنه سنه يعلي عليه. والبيض نحطه على العجينه لما تبرد ونحط بيضه بيضه لحد ما كل بيضه تتوه ننزل اختها تتوه ننزل اختها علشان ناخد نتيجة حلوة. بلح الشام منفوش مش مكتوم دايب مقرمش من بره حلو من جوه ومفتح. الحلويات قواعد 1+1=2 بالظبط كده. ست مريماس. مريماس ازيك يا ست غالية؟ اهلا بيك يا مريماس. ايه الحلقة القمر دي؟ اه شفتي النهارده بنعمل بقى قلنا ندلعكم ونتدلع معاكم. حلقة جميلة والله. تسلم ايدك ويسلم الشيف محمد منور السنة كلها وحياة ربنا. ربنا يخليك يا ست الكل. ايه الحاجات الجميلة دي؟ يا ريت ما تحرمناش بقى من الحاجات دي على طول. يلا شدي حيلك انت كمان وتعالي عندنا هنا ضيفة واعملي كحك وبسكويت وهيصي. ان شاء الله يا شيف غالية. تسلم ايدي الشيف محمد على الحلقة الجميلة دي. تسلمي. شرفت. ربنا يخليك لينا. شرفت. هننزل بيت ست ام جنى. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام جنى. عامله ايه يا ست غاليه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. والله التلفزيون منور بيك. انت القمر بتاع الشمس يا ست غاليه. لا ده الشمس منوره بصوتك وصوت حبايبنا وكل الناس اللي بتشوفنا. ويا رب الشمس تنور كل قلوبكم يا رب. واهلا وسهلا بالسفل مع حضرتك. بتبعت لك تحيه. شكرا ليكي. والله العظيم بتنوري التلفزيون يا ست غاليه. الله يخليك. التلفزيون كله عامه. ربنا يبارك لنا في عمرك. ربنا يبارك لنا في عمرك. احنا لازم نبتدي نخلص على طول. تسلمي. كل سنه وحضرتك طيبه. خلصنا بقى الشام. كده. عايزين نخلص. حاجه فوزيه. حاجه فوزيه. يا حاجة فوزية. ايوه سمعتي. الو. اهلا بحضرتك يا حاجة فوزية. الحمد لله. عاملة ايه حضرتك؟ الحمد لله بخير. كنت عايزة اتكلم ثانية واحدة. اتفضلي. انا تحت امر حضرتك اتفضلي. ازيك
السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. منوره ست الكل. الله يخليك يا فندم، ده نور حضرتك. أنا من اشد المعجبين بحضرتك يعني من ايام 25. الله يخليكي، تسلمي وتعيشي. مبروك عليك القناة الجديدة، بس احنا انا عايزة الروتين بتاع القديم، يعني القديم كان جميل قوي وليكي بصمة لوحدك كده. عينينا بعد انا بس دخلت يعني، والاطار ده شعبيه شعبيه. حاضر. انا دخلت في زينه رمضان وفانوس رمضان. كل سنه وانتي طيبه. انا عايزه اللي هو اللي كان بيغني معاكي ده شعبي والحاجات دي. عينينا هنجيب الروح الحلوه لبرنامجك. حاضر، هنجيب لك الناس اللي بتغني شعبي والفرق. وان شاء الله تستنينا كده مع فرقه نوبي حلوه. خلي حضرتك ان شاء الله على نفس النظام القديم بتاعك، احنا كنا معجبين بيه. ان شاء الله ان شاء الله. احنا عندنا شيفات كتيره قوي. هات انا عبيها لك وشغل في حاجه بالبرنامج بتاعي. تسلمي، هات يا شيف عشان اكسر انا على طول. طب يلا كسر انت هنا. تسلمي يا ست الكل، ان شاء الله. نشد حنا بس شويه شيف عشان احنا عندنا اصناف. يلا زي ما اتفقنا، الزيت بارد. الزيت بارد احط فيه صباع. يلا بينا. بسم الله. انت هتحتاج النار دي عشان رموش الشيف؟ لسه السيرب والرموش. ماشي. فين القف بتاعك يا اختي؟ استني استني استني، خلاص خلاص. ما تزعلش يا فندم، شلنا لك الفيشه خالص يا استاذ احمد. ست ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام محمود. ايه عامله مدام غالي؟ الحمد لله يا ست الكل بخير. الحمد لله بخير. ازي يا استاذ محمد اللي جنبك؟ كل سنه وهو طيب. الله يسلمك وانت بالف صحه وسلامه. وانت بالف صحه وسلامه. احنا متشكرين جدا جدا على اللي انت بتعمليه عشاننا بجد يعني. تسلمي، احنا جايين هنا عشان نساعدكم وعشان انتوا ناس محترمه. الله يخليك يا مدام غالية. تسلمي. إيه لو سمحت يا مدام غالية، هو ممكن يعمل لنا روانة ولا مش ممكن؟ لا أنا هعمل لك الرواني. عينينا الحلقة دي مش هينفع فيها رواني دلوقتي. أنا هعمل لك الرواني على عيني وأسقيها لك بشربات البرتقال. ماشي، شكرا يا مدام غالية. الله يخليك. هات أنا هعمل لك دول. نشتغل خلاص. بقى في رموش الست وأنا هقلي لك أنا البلح. تمام. إحنا بس نبتدي إيه؟ نعلي شوية، نشوف بقى الرموش يا جماعة. هات يا شيف، هات هنا، هات سيبها سيبها، أنا هعبيها. شغال أنت في رموش الست، ننزل يا جماعة العجين. برموش الست، عايزين العجان. هديك العجان، نربش ننزل برموش الست والمقادير علشان يبقى خلصنا الصنفين بتوعنا الأساسيين. رموش الست نص كيلو دقيق معانا. معانا رموش الست ربع كيلو زبدة. اتفضل. ايوه، ربع نص كيلو دقيق على ربع كيلو زبده، 100 جرام سميد، 125 سكر، معلقه فانيليا، معلقه بيكنج باودر، بيكنج باودر، ثلاث بيضات، ثلاث بيضات. يلا نرجع يا شيف، اتفضل. خد العجان اهو، وهنا علينا الزيت على البلح. ايوه هعلي لك انا الزيت. انا علينا خلاص. ماشي تمام. بس يلا انا هقعد هنا هقطع انا وظبط. كده احنا هنبتدي في الرموش. في الاستاذه فاطمه. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. ازيك يا شيف غالي؟ انا اللي بكلمك كل كام يوم اطمن عليكي كده. اهلا بيكي. اهلا اهلا اهلا. ما تضايقيش مني. لا يا نهار ابيض، ده انت تأمري. انت طيبه يا حبيبتي، والاستاذ اللي معاكي منور والله. شكرا. كل سنة طيبة. شكرا ليكي يا قمر، شكرا ليكي. انت عامله ايه واولادك عاملين؟ يا رب تبقوا بخير. كلنا بخير ان شاء الله، طول ما انتوا بخير. كلنا بخير طول ما انتوا بخير. ماما عايزه اكلمك على طول، اتكلم عليكي. اديها لي. ازيك يا ست غاليه؟ اهلا بيكي يا ست الكل، اهلا وسهلا. والله والله انت منوره قناه الشمس والله. الله يخليكي، ده منوره بحسك والنبي وبصوتك الحلو وطلتك علينا. وسلامي للشيف محمد. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. اللي منور الدنيا بحالك. كل سنه وسعادتك طيبه. كل سنه وانت طيبه والله، وانت طيبه وبخير. وانت طيبه وبخير يا ست الكل. نزلنا بكل مقاديرنا. الا البيض. حضرتك اشرح بقى موضوع الرموش عبال انا مقلي لك بقى. تمام. نزلنا بالدقيق وعليه الزبده وعليه السميد وعليه السكر البودره. هنبدأ نشغل عليهم العجان، يتمزجوا مع بعض. تمام يا آية. على الهادي. أستاذة آية. ازيك يا أستاذة غالي؟ الحمد لله. تمام، ازيك يا آية؟ ازيك يا أستاذة غالي، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام.
ازاي كيف العام؟ كويس بخير. الله يخليكي. طب عايزه اعرف طريقه البقلاوه. طريقه البقلاوه؟ طب قول لها يا شيف محمد طريقه البقلاوه. طريقه البقلاوه ولا الزلابيا؟ الاثنين او لقمه القاضي. الزلابيا كيلو دقيق هنحط بس هي اصل هي البقلاوه في بقلاوه البقلاوه اللي هي الجلاش يعني لا في بقلاوه جلاش وفي الزلابيا اللي احنا بنقول لقمه القاضي في دي وفي دي فلو احنا هنتكلم عن لقمه القاضي كيلو دقيق بياخد معلقتين سكر بياخد بيضتين بياخد 900 جرام ميه وبياخد معلقه كبيره سكر بودر تمام ده كله بيتعجن مع بعض وبياخد معلقتين كبار خميره طب انا ممكن اعجن لك انا وحضرتك بس تعمل السيرم بتاع الرموش نبدا نعلق عليه سيرم الرموش هنعمل بقى شربات الرموش بصوا بلح الشام بقى بينفخ ازاي وهيطلع تحفه كوبايتين من الميه ونعلي النار عليه وادي كوبايتين من السكر وادي معلقه عسل جلوكوز عسل جلوكوز بس كده بس هيغلوا مع بعض غلوه واحده بس ويبقوا جاهزين للرموش تمام انا كده ابتدي اضيف ايه البيض لا لسه قدامي دقيقتين كمان بس لسه قدامي وقت نبص على بلح الشام بس عايز تقليبه لا لسه هو لسه ما خدش اللون بتاعه اصلا تمام فهو لسه اهو كده احنا كده لازم توصل رموش الست لازم توصل ان العجين كله يبتزج مع بعض يبقى مفلفل زي رمل البحر يبقى مفلفل زي رمل البحر اهو بصوا البلح كل ما ياخد ينفش يبقى ممتاز ما شاء الله هيطلع فله الصلاه على النبي اللهم صل على النبي استاذه زينب استاذه زينب احنا هنا بقى في العسل العسل بتاع الشرق بقى عامه عايز اتكلم مع اهلا يا استاذه زينب بس ما نخلص العجل استاذه زينب الو معاك اهلا بحضرتك انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك انا مبسوطه اكتر ان حضرتك بتكلمينا انا متابعاكي على طول على فكره وبتفرج على كل حلقاتك تسلمي كل سنه وحضرتك طيبه كل سنه وانت طيبه وبخير يا رب شرفتينا احنا كده عم... احنا هنجيب ربع كيلو مكسرات على حسب بالزبط. رغبتك والموجود عندك وربع رتل لبن حليب ثلاث معالق نشا ربع كيلو بلح عجوه يعني يا تحشيها عجوه يا تحشيها مهلبيه ده او ده بقى على حسب على حسب امكانيات حضرتك عاوزه تحشيها مهلبيه ماشي عاوزه تحشيها بلح عاوزه تحشيها سوداني اللي حضرتك تحبيه نوتيلا يعني اللي هي الشوكولاته السايحه اي حاجه احنا حشينا هنا كريمه وحشينا مكسرات وسايبين زي ما انت شايفه حاجات كده قرطاس ده هيتفنش بعد ما يطلع من الزيت ويبرد ليه حاجات تانية حاجات لوتس وكريمه ماشي يعني هنحشيها دي بقى شويه حاجات طب انا عليا اقليها انا النهارده شغاله بقلي وخلاص السيرب بتاع الرموش جاهز خلاص نقدر دلوقتي نحطه عليها بقى كده اتفضل هالمساكه وانا هبتدي اقلي لك ست ام احمد يا ست ام احمد يا ست ام محمد منار صايمه ست ام محمد ايوه منى وغالي اهلا بيكي الله يخليكي اخبارك ايه عامله يا اختي بلح وعامله رموش الست والنهارده الدنيا هايصه كل سنه وانت طيبه اللهم صل على النبي الله اكبر عليك وعلى حواليك تسلمي وتعيشي يا سيد الحبايب الله يخليكي ازي الشيف محمد كل سنه وحضرتك طيب وانت بالف صحه وسلامه يا ست الكل كل سنه وانت طيبه الله يخليك الله يكرمك ربنا يعود علينا علينا الايام بخير جميعا يا رب ان شاء الله يا رب احنا وانت معلش يا مدام غاليه تتعب معانا شويه لا ده تعبكم راحه الله يخليكي عايزه اعرف الكنافه اللي انت حمصتيها من شويه ممكن تتحمص وتتعمل في صينيه عادي ايوه لا تتحمص وتخش في صينيه هتبقى سايبه من بعض هي دي بنحمصها علشان نشكل منها حاجات زي كنافه بالمانجا كنافه بالفاكهه
كنافة مثلا حاطين عليها كريمة، الكلام ده كله. لكن اللي بتتعمل صينية لازم تبقى متكوكة دكة جامدة جدا علشان خاطر ما تبقاش مفرولة من بعضيها. حضرتك شرفتي. ادي الرموش هنا كده دلوقتي شربت عسلها طريت وبقت 100 100. تمام، ننقلها بقى وحضرتك اشتغل في الكنافة وانا اصفيها. هنصفيها في العسل، شوية العسل من الزيادة اللي فيها. بلح الشام يا جماعة بصوا هو لازم يتاخد على الهادي، لأن كل ما يتاخد على الهادي أرمش. بالظبط أهو، ما ينفعش نعلي عليه النار، في قواعد لازم نبقى حافظينها في الحلويات. مين؟ حاجة نفيسة. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا ست غالية وازاي شيف محمد؟ الله يسلمك. الله يسلمك، تعيشي. بقولك حضرتك أنا ما شفتش الكنافة دي اتعملت ازاي. احنا جبنا الكنافة ومسكناها فردناها لحد لما تهوت، ومسكناها كسرناها كده شويه ورشينا عليها شويه سمنه ودخلناها الفرن، وكل شويه نقلبها لحد ما تاخد معاكي اللون ده يبقى لونها محمر. وما حطيناش اي حاجه. اتفضلي. لو حد مثلا تعبان ملوش سكر نعملها ازاي بقى؟ قللي السكر بس او اشتغلي بسكر دايت. في سكر دايت سكر الفاكهه ده ممكن استخدمه. يعني لو جبت ال 100 جرام احط لهم 100 جرام ميه وعسل بيه عادي زي العسل الشرقي بتاعنا عادي. هيبقى ما فيهوش اي مشكله. سعرات حراريه اقل خالص. هتبقى زي الفل. طيب شرفت يا ست الكل. احنا كده برضو قفل انت في الكنافه. خلاص بقى هنشتغل في الكنافه. هنشتغل بقى في الكنافه. بص هنعمل بقى حاجات، هنعمل بيها حاجات كتير. انت عاوز بقى ايه؟ البوله اهي معانا. انت عاوز ناخد طاجن مثلا زي ده او ده؟ ماشي زي الفل. انا الكنافه لسه استوت وما حطيتلهاش اي حاجه دلوقتي خالص. ايوه تمام، هنقلبها بس كده. معانا السكر البودره بتاعها. استاذه اسماء. ايوه معاكي. اهلا بيكي يا استاذه اسماء. ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، تسلمي. كنت عايزه طريقه الكريب. ايه طريقه الايه؟ طريقه عمل الكريب. الكريب عينينا حادق ولا حلو؟ لا عايزة حادق. هما عامة الاتنين مقاديرهم واحد، بس في الحادق بتحطي ملح وفلفل وفي الحلو بتحطي فانيليا. هتحطي كوباية دقيق عليها كوباية لبن، بيضة، رشة ملح وفلفل لو هو، ومعلقة زبدة لو هو حادق. لو هو نفس المقادير هتشيل الملح والفلفل وتحطي الفانيليا. هيبقى معاكي زي الفل. كده الكنافة خدت معانا معلقتين سكر بودرة. تمام. ما عملناش اكتر من كده دلوقتي زي الفل. خلاص اوكي يلا نقفلها نقلبها كويس. انا خلاص البلح اهو. البلح خلاص فاضل له شويه، انا عاوزه بس لونه يحمر شويه اهو. احنا معانا وقت يا استاذ احمد قد ايه؟ طمنا الله بارك لك. لسه بدري خالص على فكره. لا ماشي. قلبنا الكنافه بالسكر البودره. طيب. هبدا افرش راق في البوله بتاعتي كده. الله حلو قوي. ناخد راق نفرش نفرشها راقات يعني. نفرشها راق بس كنافه في الارضيه. الشكل اللي احنا شايفينه ده. استاذه زينب. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه زينب. معلش الخط قطع. لا ما يهمكيش، احنا تحت امرك يا فندم. شكرا ليك يا ست الكل. ربنا يخليكي تسلمي. ربنا يبارك لك. معلش انا عايزه مقادير بلح الشام تاني عشان ما لحقتش. عينينا ننزل بمقادير بلح الشام والنبي يا استاذ احمد. ربنا يخليكي ما نحرمش منك يا رب. تسلمي، ده احنا اللي تحت امرك، احنا هنا في قناه الشمس عشان خاطر انتوا تبقوا مبسوطين. تسلمي. مقادير بلح الشام اهي، بس يا جماعه ارجوكوا المقادير بالظبط علشان تاخدي نتيجه محترمه. مقادير بالظبط، لا نزود ولا نقلل حاجه. الحلويات بالذات الكنافه هنعمل دلوقتي كنافه بوله كنافه بالمانجا. ماشي okay. يلا ضربنا الكريمه اللباني، لتر كريمه لباني ضربناه من غير اي حاجه، هو بسكر. ماشي خلاص. يلا يا استاذ احمد ارجع لنا على الكنافه الحلوه دي. قادر يا جماعه يجيب كريمه لباني؟ ممكن يحط كريمه جنتي عادي. بالظبط. يعني اللي مش قادر يجيب الكريمه اللباني الحلوه ويضربها وتبقى معاه كده تحل محلها الكريم جانتيه في الكنافه دي. سهله جدا. هبدا اخد راق من الكريمه برضو فوق الكنافه دي. فوق الكنافه.
دي بنطبقها بقى كده، دي بتبقى بمزاج كده يعني، بتبقى حاجة حلوة قوي. بصوا البلح، البلح الشام ينزل في زيت بارد يا جماعة وياخد راحته، وياخد راحته، ما تستعجليش عليه، وإيدك فيه بعد ما يشد في الزيت علشان ما يجنبش. الحلويات أنا دايما بحسبها كيمياء، ما فيهاش لعب. إن شاء الله كل حاجة تطلع من إيديكوا زي الفل زي الفل. أهو الله عليك يا شيف. إيه ده بقى؟ ما شاء الله. الكريمة نديها طبقة كريمة. أهو بعد كده بقى ننزل بالتقيل بقى. ننزل بإيه؟ بالتقيل. إيه التقيل؟ المانجا. يلا نخش على المانجا. طيب معانا مانجا، وممكن حد يسأل دلوقتي هو مفيش مانجا؟ اللي مفرز مانجا يا جماعه، المانجا دلوقتي مفرزه وموجوده، وفي سوبر ماركتات كبيره موجوده عندها المانجا المفرزه دلوقتي بتبيع. في مانجا مفرزه، واللي مفرزه مانجا في البيت تعمل، وفي اواني المانجا اعملي من المانجا الفريش تبقى فله. طبعا ننزل بمقادير الكنافه بالمانجا. بسم الله. احنا معانا المانجا ومعانا جيلي شفاف، اللي هو جيلي تلميع. جيلي تلميع اللي ما عندوش يستعمل المربى تلمع جيلي، او بالزبط. او جيلي من اللي احنا بنعمله فريش. هاخد معلقه كبيره كده على المانجا دي ونلمحها ونقلبها فيها. يا رب تنجزنا في القطايف. هتنجز ان شاء الله. انا عاوز اعلي كده شويه على اخرها. قلبنا المانجا في الجيلي بتاعه اهو. تمام. ونبدا نفرش، نفردها على على الكريمه. على الكريمه. طيب اسمح لي بس اشرح. انا احنا عملنا نقول الموضوع تاني. ازاي نقول. جبنا الكنافه، حضرتك حمريها في شويه سمنه على النار، او ادهنيها شويه سمنه ودخلها الفرن وقلبيها كل شويه لما تاخد اللون. تمام. لو حضرتك عاوزاها كنافه من اللي لونها برتقاني بتتباع دلوقتي عندي، بتاع الكنافه بكنافه بيضه وكنافه لونها برتقاني. ما لقيتيش، شويه رشة صغيرة من بودرة الزعفران على الكنافة البيضة هتبقى لونها برتقاني. ده لو حبيتي. وبعد كده لما تبرد نبتدي ندخلها زي ما حضراتكم شايفين كده في الوصفة بتاعتنا بكل سهولة. تحطي بقى، اللي مش هيحط كريمة لباني يحط كريم جانتيه، يحط أي حاجة بقى أنت تحبيها على حسب ذوق حضرتك. طيب. في الحشو. طب حلو لحد كده دلوقتي. أنا ست البيت في البيت عايزة تعمل حاجتين للولاد، عايزة تعمل صنفين من نفس من نفس الحاجة اللي احنا عملناها، هي الكنافة، هي الكريمة والمانجا. تمام. الفراولة جنبيها، ونعمل حاجة شكلها شيك. حلو. يعني ممكن نقسم الطاقة الحاجة اتنين ونخلي شكلها حاجة تبقى أفضل. طيب حلو قوي زي الفل. ادي الفراولة معانا اهي. يعني ممكن حضرتك تعملي الصنف في طبق واحد بالزبط. بس مشكل، ونفضل نرصها مع بعض كده، نبقى عملنا مكان الصنف صنفين. صنفين. يبقى حاجة مشكلة. بالظبط. اللي بتحب الفراولة تاكل، واللي بيحب المانجا ياكل، واللي بيحب الاتنين برضو ياكل. زي الفل ما شاء الله، حاجة فلة كده. البلحة خلاص داخل هيلون. بص يا شيف، خلاص هو خلاص خد اللون الذهبي اهو بتاعه. بقى له سيكة بس. لازم ياخد لونه مظبوط يا جماعة. علشان خاطر ما يطراش، ما يطراش من جوه. وبعدين بقى بمناسبة الطريان البلح الشام، العسل عليه السوى طبعا حاجة أولية، والعسل السيرب بتاعه مهم جدا. مقادير السيرب بتاعتنا اللي احنا بنشتغل اللي احنا بنعملها دي، ما تخليش العسل، ما تخليش البلح يطرى مني، او كنافه لو انا بعمل كنافه كريمه او حاجه. فعايزه محتاج عسل ليه قوام. مقادير السيرب بتاعتنا في العسل للحلويات الشرقيه عامه باستثناء البسبوسه والرموش بيبقى عسلهم خفيف شويه. ايه هو بقى؟ كيلو السكر بياخد كيلو بياخد نص لتر ميه، بياخد نص كيلو عسل جلوكوز. حلو. وياخد عصير ليمونه او ذره ملح ليمون، يعني ربع كوبايه ربع معلقه صغننه ملح ليمون. يغلوا مع بعض غلوه ويبقى السيرب جاهز لاي ايه؟ لاي حاجه. ست ام علي. الو، ازيك يا سيدي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا ست ام علي، اخبارك ايه؟ الله يخليك، انت عامله ايه؟ شوفي بقى لون بلح الشام، بصي بصي الجمال. عسل اهو، عسل. بصي عامله ايه؟ لون بلح الشام، بصوا يا جماعه بقى عامل ازاي؟ ذهبي ذهبي ذهبي. ولازم على الهادي على الهادي على الهادي.
كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير وسعادة. بصوا اللون والله يا الله يخليك يا ست الكل. كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة يا رب. طيب. الله يخليك. لو سمحت عايزة طريقة بتاع البسبوسة. عينينا. اهم حاجه في البسبوسه ما تعجنيهاش، يعني ما تعجنيهاش قوي، حطي السوائل كلها على بعضها وفي الاخر انزلي بالسميد تقليبه واحده، فده احسن شيء علشان تاخدي نتيجه بسبوسه كويسه. انا بس هطلع البلح. انا بحب بقى البلح ارش عليه العسل كده من فوق. ولا نزله لك في العسل كله؟ الصح ان احنا نسيبه يبرد شويه، يبرد عشان ما يعجنش، عشان ما يشربش عسل زياده عن حقه. او نرش عليه العسل من فوق، او نرش عليه العسل من فوق بس برضه مش هيشرب من جوه كويس. ونظبطه بقى. طيب هرمي بس شويه القطايف الحلوين دول كده في الزيت، وناخد فاصل ونرجع نكون القطايف الحلوه الجميله دي اتحمرت، والباقي نقعد بقى كده نحشيه مع نفسنا. فاصل وراجعين استنونا. تاني بعد الفاصل بصوا بقى، حطينا بلح الشام في قلب العسل وبعدين صفناه، هقدمه لكم بقى. بصوا شكله وجماله وحلوياته. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا يطلع لونه معاكم زي الفل، وحاجه يعني فله فله. ومعانا وش القطايف كمان، اول قطايف واول وش قطايف نغسله اهو. طلعي بقى القطايف برضو، العسل عندك يبقى جاهز والدنيا معاكي زي الفل اهو. اخد انا احط ده هناك. بصوا بلح الشام، التزموا بالمقادير يا جماعة، تاخدوا أحلى نتيجة في الحلويات بالذات، تاخدوا أحلى نتيجة. هشوف انت هتشتغلنا في ايه تاني؟ مانجا كنافة بايه تاني؟ كنافة بالنوتيلا واللوتس. أها. طيب هات انا اطلع لك بقى. طيب ناخد ده. الله، هات 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 ناخد دول. يلا قول لي بقى الكنافة بقى.